لم يكن هذا الانتصار على الجائحة استثناءً في عهد الرئيس تبون، فقد راوغت القيادة السياسية ببراعة أزمة البطالة، فمنحت جرعة الأمل لأكثر من مليوني بطال. منحت البطالة اللي اليوم ربما عدد الناس اللي راهم يبدو فيها يتجاوز 2 مليون كحل مؤقت استثنائي إلى غاية حصولهم على مناصب عمل، أعتقد أنه اليوم الشباب يحس أن جزء كبير من مطالبه تحققت وجزء آخر طبعا ينتظر التحقيق ربما في السنوات المقبلة. قررنا في الميزانية نتاع 2022 ابتداء من هذه شهرين ولا ننطلق في علاوة البطالة لالوكاسيون شوماج، نكونوا أول بلد بحجم الجزائر اللي يوصل لهذا القرار. منحة البطالة تندرج ضمن المستعجل، هناك فئات شبانية هشة يجب إمدادها ماديا وهو أمر مستعجل، ثم هناك الأمر الذي يعمل عليه على المدى المتوسط والبعيد وهو بناء اقتصاد قوي. هذا الاقتصاد القوي هو الذي يصبح خالق لمناصب الشغل أوتوماتيكيا، فسيمتص هذه اليد العاملة المؤهلة والتي تتخرج سنويا بالآلاف، فهي نظرة متكاملة.